المشاريع الإسكانية الكبيرة تحتاج إلى سرعة إنجاز. الرقابة المسبقة كانت عائق يعني كبير لإنجاز مثل هذه المشاريع وبالسرعة المطلوبة من الرعاية السكنية، وليس بجديد وليس هي بدعة جديدة بأن يتم إلغاء الرقابة المسبقة عن مشاريع الرعاية السكنية. تم إلغاء الرقابة المسبقة عن المشاريع الإسكانية أنذاك في المجالس السابقة، ولم يتم إنجاز مشاريع تلبي طموح المواطنين والأعداد وتوفير الأعداد الكافية لفعلا تلبي وتغطي الطلبات الكثيرة والسنوية التي يعني تكون تسجل في الرعاية. المجلس الحالي لله الحمد حقق ما لم يحققه أي مجلس سابق في تاريخ الكويت. لما نقول إحنا قاعد نوزع اليوم 12,000 وحدة سكنية من عام يعني 2014، وزعنا 12,000 وحدة سكنية إن شاء الله في 2015، وإن شاء الله راح يرتفع العدد إلى 15,000 وحدة سكنية العام المقبل.